السلام عليكم. وشوفوا واحد القنت عاوتاني. شوفوا 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 شوفوا، حنا في واحد الكوان ماضي تبارك الله ما شاء الله. عين خيرك ديال العين تبارك الله. دابا هذا كيمشي للواد ديريكت، وهذا صحاب الدوار نقصوا منه باش ما يعمرش ليهم الدوار، نقصوا منه غير شويه صافطو غير نص. ها النص كيمشي هكا والنص كيمشي هكا. ها معانا هانو تبارك الله. هذا العين هذا شوف الماء ديالو كي داير تبارك الله ما شاء الله. هذا إف زدادني إقليم تارودانت، حنا يجوكاك بواحد 30 كيلومتر ولا 25 كيلومتر. هاد البلاصة كيقول ليها الخنطرة، كلها طبيعة تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوفوا شوف ما كيتشافش ما كيتشافش. شوف تبارك الله الخير، ولكن ما استغلوهاش، مكان سياحي 100%. وهالجبل ها الجبل طاحوا فيه طاح فيه شي حجر، خطر خطر واحد الحجر طاح هنا خطر. شوفوا سبحان الله العظيم الماء. انا نوريكم دوك الحجرات اللي طاحوا. هاي وحده هاي هذه، وهذه هي شاده الطريق. شوف تبارك الله، هذه وهادو وهذه. شوفي شوف الحفره فين طاحت ديك الحجره، شوف قداش طاحت من فوق لهي ضربات هنا. ها فين مشات راهي ضربات هاد الشجره، هي هرساتها. شوف الشجره كي دايره هرساتها، ضربات هاد الشجره هرساتها. شوف سبحان الله جرت شتات هاي. ها الحجر اللي طاح من الفوق شوف قداش. واد السيد واحد السيد هنا كاين. ها شوف قداش شوف قداش شوف قداش شوف قداش شوف قداش. السلام يا ربي السلام يا ربي. شوف قداش شوف ديك الشجره كي داتها. راه العروسه راه الجبل هي فين تحت راهي الفوق، راه كيبان لكم شتيه فوق فين طاحت ضربات وضربات الشجره. ها هي ها هما هنا. هنا واحد منطقه زوينه، منطقه سياحيه زوينه، ولكن ما فهمتش ما فهمتش والله ما بغيت تفهم ليا. حنا مناطق سياحيه جميله واحد ما حتى استراحه مزيانه للمنطقه، ولكن ما كيستغلوهاش. شوف الاخوان طبيعه وكاين اتساع، ولكن لا اله الا الله. تحياتي معكم مولاي مالك، تمتعوا لينا مره اخرى عاود ثاني نصوروا لكم حاجه اخرى.